قاد سيناظور سيتي خمسة قاني التاك دي سقساني تشي ويدو ديت النظار هانشي ما مش تورا مارا خان مقبلين خط تنظيم نيج نتناي نمسا كان مغار نطا سام زوارو كاس افريقيا 2025 هو ناس كاس العالم ماني دغي مونو مضى اللي يكمر يجاني شاش اكسبانيا البرتغال سويا نسيتي مديه نديت النظار ميمي وغان غيتيري ولا نشي نيش فور بوضم قرانا مثل دام الغني مش نسنت نديت النظار تسند غاسة طاس نيو دانزي فاران ورخو اك المشاريع توقن دا اك مارتشيكا اك المطار مقران وعروين دي السدفن ايجن موتون غيج نمرو دام قران نيو دان اك رموي نغي ثنصار اك رموي مقران ياز من دي بويا فار غرب المتوسط زي السيج عامين تلت سنين يمكن اذي بدار خدمات سويا نسيتي مورن شين تندين النظار اتيري ديجن نقيبت شنيغ ديجن ممشان ماني غيران نيغ وخوة تيران ماني غزدغن ثافيقيني دغيا سنز قموشان النغنية اذي ري شوية نارا واش دي هندين تا ومي بلعن تطورة زقومي تبلع مريتش المعامل وديت شاي الطاس سويا نسيتي متندين تا هذا سعر التيرنيف غازد خزاني مضبان ديه مواط النغ يقيمة نخص بع سنين حومة أنظم كأس العالم بتنسيق جار إسبانيا جار البرتغال إما مش تسنم الطاس نتدان دا دي المغرب تستفاد زي لي ماتش إزي التداريب يتستفاد زي الطاس نرحويج مش هذا دي النغة غنغ مشكل هو غنغبو الملعب عاد حومة يعني أدقل لي ماتش على الأقل أدقل التداريب ما مش تسنم بأن الناظور معبر حدودي مهم للجاليات عبر العالم ديني معبر بني نصار ديني مثلا العروي ديني الميناء المتوسطي إنا معابر مهمة يك ترانزيت أداة سنيودان حومة سن المنطقة يعود مش تسم المنطقة يا وجهة سياحية معروفة ومهمة هامين زين سعداء باحتضان بلادنا إن شاء الله في سنة 2030 كأس العالم كما هو معروف إلى جانب دول الصديقة الجيران ديالنا إسبانيا والبرتغال وهذا كان حلم ديال الشعب المغربي وكذلك الفعاليات الرياضية دي سنوات والمغرب يعني كان سباقا على المستوى الإفريقي على المستوى العربي باش يطلب يعني شرف الاحتضان والحمد لله تأتى ذلك بفضل المجهودات الجبارة لصاحب الجلالة وكذلك بعض المهتمون بجانب الرياضة على مستوى الجامعة الملكية المغربية إلا أن المنطقة الشرقية ومدينة الناظور حقيقة كانت سابقا في كل ملفات يعني كانت حاضرة خصوصا 2006 اللي كانت يعني الساكنة تتطلع إلى يعني احتضان الناظور لإحدى يعني الملاعب اللي سواء الخاصة بالتدريب أو كذلك للمجريات اللقاء مش توقن بأن تندت الناظور للأسف الشديد وغصبوا الملاعب وغصبوا الملعب غير شارك في تندين تتنيتاتي ومش نمارا أن المملكة المغربية ترشيح ثلاثي أك إسبانيا البرتغال ونضمن إن شاء الله كأس العالم 2030 نشوفوا راح تم قرانة الطاس المغاربة طوى النظر على شكل خصوص بالمناسبة ديال احتضان المغرب لكأس العالم مناصفة مع البرتغال وإسبانيا سنة 2030 يعني احنا جد سعداء بهاد التنظيم اللي غادي تنظم في البلاد ديالنا واللي ربعة ديال العقود والمغرب كيجري موراه ولكن سعداء وفي نفس الوقت تعسى علاش لان مدينه كمدينه الناظور اللي هي بوابه ديال اوروبا مدينه اللي عندها مطار دولي مدينه اللي عندها الحدود الوهميه مدينه اللي عندها الميناء ديال بنصر الا الميناء المتوسط اللي غادي تفتح الابواب ديالو في اقرب وقت على زعما واخا ما يكونش تنظيم في هذه المدينه غادي يكونوا زوار يمكن غادي يدخلوا على مليليه ولا غادي يدخلوا عبر المطار ديال العروي على زعما هذه المدينه واش ما تستحقش فنادق في المستوى واش ما تستحقش ملعب اللي عقود من الزمن والناس كتهضر عليه ملعب عباد الله حشومه والله العظيم الا حشومه ملعب بلد بالاسم وصافي واش هذاك الملعب اللي كاين علاش ما يكونش عندنا واحد الملعب ديال 10000 متفرج 10000 متفرج وصافي يجيو ممكن الناس غادي يجيو ترينيو فيه ديال كاس العالم منتخبات اللي غادي تستعد تجي دير مباراه استعداديه هنا في الناظور ممكن عاوتاني فنادق والطرقات يكونوا في المدينه باش الناس اللي غادي يجيو يتفرجوا في المنتخبات ديالهم ممكن غادي يدخلوا على مليليه غادي يدخلوا على الميناء على وغادي تكون الناظور واحد النقطه ديال العبور يعني نتمنى ياك هذا عدل الملعب البلدي ني غاد بننشان الملعب قضي 7 سنين بويدة تبني الملعب دي 5 سنين بويدة تبني الملعب سلي نوعم انترناسيون حومد اسن ليزيكيب دي موند انتيي سبيسيالمون دون لا كوب دو موند حومد بارتيسيبان اون بليس دو سا ديريج نوع من الرواج الاقتصادي الرواج الثقافي حومد ودان السن المنطقه شهامينزي
يعني نتمنى زي المسؤولين ياك هذا كثير ما ناس اون كونسيديراسيون حوما يا بناء الملعب يا ادق الاصلاح الملعب البلدي على الاقل بعد الفرق ان داس زي العالم ادق بعد غا التدريب. نهنئ انفسنا ونهنئ المغاربه قاطبه باستقطاب وتنظيم كاس العالم. اذا هذه فرحه عارمه كللت الفرحه ديالنا بالمنتخب الوطني. نتمنوا الاقليم الناظور اللي عبر عن الفرحه ديالو بالفوز ديال المنتخب الوطني والفرحه بالاحتضان كاس العالم انه يستافد كذلك من 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 من, من هذا التنظيم ديال كاس العالم، ولما لا يستضيف مباريات اقليم الناظور كيعتبر يعني واحد المدينه اللي كتوفر على جميع المؤهلات الجغرافيه واللوجستيكيه باش يحتضن واحد المباراه ولا جوج المباريات. يعني راه وجه مشرق من من من, من المغرب المتقدم. اذا حنا كنتمناو من, 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 من المسؤولين انهم يديروا الناظور يعني في هذا الحدث هذا. يعني راه يعتبر هذا الناظور يعني راه اضافه. اما بالنسبه للناظور راه هو تبارك الله كيتوفر على مطار، كيتوفر على يعني مما كان يجيو الناس لهنا لهذا الاقليم، يعني وحدات فندقيه، يعني جميع المعطيات كتاهل هذا الاقليم انه يستضيف تهوى بعد المباريات من كأس العالم. مش توقع ومش نسلم بأنه تندية النظر نتمنى الشيء كساكينة تندية النظر أنه غان غيري يجي الملعب الصباح يغي استقبل المباريات من كأس العالم ولو غير التدارب من كأس العالم. ثاني تاتي غاسير يجي نعرى واجدام قرنتي تندية النظر بعد كأس العالم 2030 غان غيري السياحة بحكم انه شي غنغ المناطق الثقافيه غنغ مناطق تحويجات زياره السياح، ومش توارم انه مرة الدول تعتمد على السياحه ولما لا وانشره انه ثاني النظر وانت غاسير يجي نروج السياحي ضم قران متيري السياحه تيري اروج اقتصادي تيري تندينت تقنفى نقاش نشنس وصروك الاقتصادي غانا وباش تسلم بانه ثاني النظر انت ديش البوابه نقاش باب اوروبا انه طلخ في الميناء البالينصار وايضا اقت وسيقيمو الذي يعظم الميناء المتوسطي بويافار وايضا غانغ المطار وعاوي مطار الدولي. يعني غانغ ثلاثه نطور تم قرانين لما لا ثاني النظر. نتمنى زي السيد فوجي القجاع المبادره تكس العمل الجاد تك صراحه يتوي غدا الطاس البطوله غادي الدوله النغ المغرب يتوي غدا الطاس نقاسش المهرجانات الرياضيه. نتمنى انه زي السيد فوجي القجاع انه اي ثاني النظر ضمن تندم يغين ضمن كاس العالم ولو غير التدريب باش غنغير رواج السياحه ان شاء الله باذن الله. الكل يجمع يعني على المستوى ديال مدينه الناظور الخصائص على مستوى البنيه التحتيه واللي كدفعنا الضريبه ديالها غاليا، يعني الغياب ديالنا على المنافسات الى الصفوه فسنوات والفرق ديال الناظور يعني يتم يعني كتلعب خارج ارض يعني الاقليم نظرا ان الملعب كيكون غير صالح، الشيء اللي كيجعل الانديه ديالنا كتهبط للاقسام السفلى. فكنشدوا يعني السيد رئيس ديال الجامعه الملكيه المغربيه وكذلك رئيس لجنه تنظيم كاس العالم 2030 انه يفكر ان مدينه الناظور بنظرا للموقع ديالها الاستراتيجي كذلك للمؤهلات ديالها الاقتصاديه، خصوصا ان السنوات المقبله غادي تكون مدينه الناظور في مصاف المدن يعني الرائده والكبرى وغتكون هي يعني كقطب اقتصادي هام، وكذلك الموقع ديالها يؤهلها ان تحتضن احدى هذه الملاعب سواء خاصه بالتدريب او كذلك للمباريات الرسميه، لان مدينه الناظور حقيقه الشباب ديالها والساكنه وكذلك المكان ديالها الاقتصاديه تحتاج وإنصافا أن يكون عندها ملعب في المستوى، لأن أبناء الناظور يعني كي تألقوا على المستوى الدولي في مجموعة من الفرق العالمية، ف
فهم في حوايج يعني في حاجة ماسة أنهم يوما ما يقدروا يلعبوا في الناظور أمام الساكنة ديالهم وأمام المحبين ديالهم. وهذا نداء ديالنا إن شاء الله باش أن ربما يكون هذا كأس العالم فالخير على جانب الرياضية في الإقليم. والمعلوم أن منطقة الريف ومدينة إقليم الناظور يعني نجيب مجموعة من الأسماء الرياضية لامعة لعبات في كبريات الأندية الأوروبية، وكذلك من كنشوفوا المنتخب الوطني المغربي حاليا أو قبل. فإقليم الناظور منطقة من النواحي كتشكل واحد العمود الفقري بالنسبة لنواة المنتخب الوطني، فإنصافا لهذه المواهب لأنها يوما ما فحقيقة مجموعة من اللاعبين كي يلعبوا مع المنتخب واعتزلوا فما بغاو يلعبوا قبل الاعتزال في يعني مسقط الرأس ديالهم، ولكن اليوم أقرب ملعب في المستوى مدينة طنجة أو مدينة وجدة. فإنصافا لهذه النواة للمنتخب الوطني اللي كتشكل من أبناء الإقليم إلى جانب الإخوان ديالنا يعني لجميع المناطق المغرب، فما أحوجهم أنهم باش يكون الملعب في المستوى باش سواء تكون مقابلة حبية أو ودية أو كذلك مقابلة الاعتزال للجيل السابق. فهذا نداء إن شاء الله ربما يتحقق في يوم ما.